شأنه لنا يتوب الألطاف سبحانك اللهم يا إلهي أشهد بقدرتك وقوتك وبسلطانك وعنايتك وفضلك واقتدارك وبتوحید ذاتك وتفرید کیونتك وبتقديسك وتنزيهك عن الإمكان وما فيه أي رب تراني منقطعا عن دونك ومتمسكا بك ومقبلا إلى بحر عطائك وسماء جودك وشمس رحمتك أي ربي أشهد بأنك جعلت عبدك حاملا أمانتك وهو الروح الذي به أزهرت الحياة للعالمين أسألك بتجليات أنوار نير ظهورك أن تقبل منه ما عمل في أيامك ثم اجعله مزينا بإذن رضائك ومترزا بقبولك أي رب أشهد وتشهد الكائنات بقدرتك أسألك أن لا تخيب هذا الروح الذي سعد إليك من فردوسك الأعلى وجنتك العليا مقامات قربك يا مولى الورى ثم اجعل عبدك يا إلهي مؤشرا مع أسفيائك
که و اولیا که و اندیا که فی المقامات التي اجزت الاقلام عن ذكرها و السن عن وصفها. أي ربي إن الفقير غسدا ملكوت غنائك والغريب وطنه في جوارك والعطشان کوثر عطاک. ای رب لا تقطعنه مائدة فضلك ولا نعمة إنك أنت المقتدر العزيز الفضال. أي ربي قد رجعت إليك أمانتك ينبغي لسماء جودك وكرمك الذي أحاط ملكك وملكوتك أن تنزل على ضيفك البديع نعمك والآلاك وأسمار أشجار فضلك. إنك أنت المقتدر على ما تشاء لا إله إلا أنت فیان فیاض العطاف الکرام الغفار العزیز الله. اشهد یا الهی بانک امرت الناس باکرام الضیوف وإن الذي سعد إليك قد ورد إليك إذن فأعمل به ما ينبغي لسماء فضلك وبحر كرمك. إني وعزتك أكون موقنا بأنك لا تمنع نفسك أن أمرت به عبادك ولا تحرم من تمسك بحبل عطائك وسعد إلى أفق نايتك. لا إله إلا أنت الفرد الواحد المقتدر علي